قصة جديدة يتشارك الجفاف وسوء التغذية في خط سطورها المأساوية، حتى استطاع إنهاك جسد الطفل فادي الزنط بعدما كان مفعما بالحياة، ليسمع أنينه وبكاؤه بدلا من الضحكات، وتتصاعد الدعوات لإنقاذه من شبح الموت الذي يهدده على خطى الطفل يزن الكفارنة. فمن هو فادي الزنط؟ الزنط ابن شمال غزة، يعد إحدى الحالات الصعبة في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، حيث يقبع هنا صاحب السنوات الست منذ شهرين بسبب الجفاف وسوء التغذية. ما زاد حالة الزنط خطورة هو نقص العلاج الضروري لمرض التليف الكيسي الذي يعاني منه منذ ولادته، وسط مخاوف من وفاته لفقدانه الوزن بشكل متسارع يوما بعد يوم، ويجعل هذا المرض الوراثي الطفل بحاجة ماسة لنوع معين من الغذاء والعلاجات. شهران عاشهما الصغير على جهاز التبخير الذي يساعد في فتح مجرى التنفس وتلقي المحلول الوريدي الضروري. بناشد الدول الأجنبية، الدول العربية، أي دولة إنها بتقدر إنها تساعد فادي إنه يتعالج برا، يا ريت يعني يساعده، لأنه جد ابننا بين الحياة والموت، لأنه جسمه كتير ضعيف وفيش إشي متوفر له هان.